بنشكركم على زيارتكم لينا، لأن زيارتكم لينا هي دعم غير مباشر لدور المؤسسة اللي بيخدم كل سيدات مصر بالمجان. احنا مؤسسة بهية قائمة على ثلاث دعائم. الثلاث دعائم دول أول حاجة هي التوعية، بنحب نوعي كل سيدات مصر بأهمية الكشف المبكر، بنروح كل حتة في مصر عشان نعمل التوعية دي من أسوان لمرسى مطروح. تاني دعائم المؤسسة هي الكشف المبكر الفعلي. احنا عندنا هنا في المستشفى في مركزين للكشف المبكر، استقبلنا لغاية دلوقتي في خلال 3 سنين من يوم افتتاح المستشفى أكتر من 72 ألف سيدة مصرية اتعمل لها الكشف المبكر بأحدث أجهزة، وطمناهم وطمنا أهليهم عليهم. في مجموعة كانت عندها المرض، وده بقى تالت حاجة بتقدمها المستشفى هي العلاج. يعني بعد التوعية وبعد الكشف المبكر بيجي العلاج للي عيانة، بنتولى تكلفة علاجها طبعا بالكامل بأحدث أجهزة، وكل مراحل العلاج بتاخدها في هذا المكان على أحدث مستوى طبي في العالم لغاية ما نطمن عليها ونطمنها ونطمن أهلها وتبقى زي الفل وترجع بيتها بالسلامة إن شاء الله.